السلام عليكم، يجيكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع، لكن هالمقطع رياكشن. الرياكشن دائما يكون في القناة الثانية، فأنا قلت لكم بين فترة وفترة راح نزل مقطع هنا وأذكركم بقناتي الثانية، وزائد أن المقطع هذا بإذن الله أنه بيعجبكم. مقطع اليوم يقول لك فري إكس بي، يعني تخيل أنك تلفل بدون تعب، بدون ما تفتح أمو بوكسز، تشستات، تسوي تحديات، ما ادري ايش، ليفل على طول يجيك. على كلام صورة المقطع ان الكلام اللي قلت لكم كله قبل شوي انه بيصير، هل بيصير صدق ولا لا؟ راح نشوف. الله يسعدكم، لا تنسون لايك، ترى مهم جدا، اشتراك اهم من اللايك. الشيء الثالث اللي هو كتشوب، والشيء الرابع اللي هو قناة الرياكشن، اللي يحب الرياكشن قناة الثانية تحت في الديسكريبشن، يعني ضبطونا هنا هنا اشتراكات، هنا اشتراكات. الله يسعدكم جميعا، طولت عليكم، خليكم بالمقطع. مثل ما تشوفون هنا كاتب سوبر فاست سيكريت اكس بي تريك، خدعة او شيء زي كذا تجيب فيه اسرع تلفيل او اسرع اكس بي ممكن تجيبه. اوكي، احس انه بينجلد ما ادري ليش. 93 غدر فيه على طول، البوم غدر فيه. تشاو شوت جيم ذا جدا كريه. اوكي، يمسون حركه، اتوقع تريك شوت او شيء. اوكي، بيطيح عليه، بيطيح عليه. اوه، قاعد يغطي الارضيات كلها. شالوه. بيكاد سوبر ايزي ويز تو 20000 اكس بي. اوكي، يقول لك هنا بعد في اكس بي مجاني 25000. يا ساتر. اوكي، يو كان جو هير فور ا نيو ستايل. تبغى ستايل جديد يعني. Found the secret. ايش فيه؟ شوفوا طلع له سكن او ستايل، ما ادري شنطه ولا ايش. اهلين، اشترك شوت. اهلين. كيف كذا؟ كيف والله جابه اخر شيء، كان خلاص اللي بيطيح. اخي مو طبيعيين ذول. اوكي، بيموت شي. بوف، اخلص موت. القرش، القرشه، القرشه، قرشه. القم القم. اوكي، في احد جاي بيصدمه. ساتر، العب ارقص. ها بيشيله بعد. لا والله شاله هالمره، بس في واحد جاء ثاني، في واحد جاء ثاني. رقص الثاني يلعب. نفسه 180، والله ديم، والله اسطورة. ايش فيه؟ يا بيست فريند ناو. بوتات ذول كيف؟ والله توقعت، لا والله ما توقعت انه بوتات. ذكي، الله ذكي. وكان هيله مره يعني ديم. اوكي، هذا منحشر، ما يقدر يطلع هذا. يا ساتر والله، هو انحرق حرق، اعوذ بالله. طيب خذ البوم، طيب بدل ما ترقص. اوكي، هذا حق تريك شوت معروف. اوكي، بسوي حركه انه كنا بيطلق اتوقع. يا ساتر النطة، وش ذي؟ يوووو، ايش فيه؟ يا اخ والله جد، كيف يوزن هذا الوزنية؟ والله ذكي، والله ذكي. يبغانا نجرب حركة الاكس بي هذه. والله 25000 20000 هذه الاشياء والله شيء جامد. اوكي، تعال. يا الله. اوكي، بورد جان تو شوت جلاكتوس، وش ذي؟ اوكي، هذا مخ السياره اللي في المدينه الجديده. ها
هذا يقول انه طفشان بروح اطلق على الجالاكتوس ذا، ما ادري ايش جالاكتوس صراحه، جالاكتوس ولا ايش ثاني. اوكي ما ركزت صح، ركزت جوا والله. جيجي والله ابغى يعطيه، والله ابغى يعطيه. هذه جربتها، هذه جربتها والله، هذه جربتها مره، واحتمال اني اوريكم اللقطه ان شاء الله. شوف كيف، اوه فاز في الجيم ديم. اوكي هذا البتات اللي يتحدون، ها رقص معنا نفس الوقت ديم. كيف كيف عرف انه بيرقص هذا الرقص الحين؟ اوكي الطور جديد حق مارفل، اتوقع انه باقي كم واحد بس، بدهم ستة اتوقع، كلهم قاعد يطيحون. ويا ساتر يا ساتر يا ساتر، طيح طيب. يو ما تدمج، لا لا صار الجلتش، صار الجلتش اللي طير فجأة. ايش فيه؟ شوفوا المسافة قريبة بس تريكشوت حركته رهيبة، انه دخل جوا الكورة هذه ثم طلع منها ثم عطى طقع، اقسم بالله انه شيء رهيب. اوكي ها اختفى، ايش فيه؟ ايش فيه؟ والله جد ايش فيه؟ اوكي ايش قاعد تسوي؟ اوكي بيدخل ذا المكان بيموت، بيموت والله انا داري هذا المكان اللي دخلته بذي السيارة، ما ادري ايش وضعه، دايما يموتون. اوكي هذا ما ادري شلون ترقص، والله داخ يا ساتر. اوكي يا حظك المخيس والله حظ المخيس. ها وش ذا؟ هاي ايش فيه؟ كيف قاعد يطير ذا؟ سوين جلتش شكلهم، يا كثر الجلتشات اللي قاعد تصير مع مارفل. والله جي جي والله انت اللي والله جي جي هذا غبي ولا غبي، هي العشرة اللي ضده جي جي. فبس هاك مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم، المقطع عرفنا منه كم حركة رهيبة يعني من ناحية الفيل، فبإذن الله اني بسويها ان شاء الله انا ما عليها بان، ما ادري هو تقريبا انه تحدي بس جدا سهل، جدا سهل بس تجلس خلاص سويت تحدي، في مكان ثاني وفي مكان ثالث كلها بس تروح لها، ما احتاج انك تاخذ لا شيء ولا تروح تجمع خشب ولا شيء. فعموما ان شاء الله المقطع عجبكم، لا تنسون القناة الثانية تحت في الديسكربشن، يعطيكم العافية على الدعم الرهيب اللي قاعد تشوفه، شكرا لكم جميعا على كل شيء تسوونه، الله يسعدكم، تنساكم تشوفوا يا سهل، اشوفكم على خير.